قبل بقى ما نروح لأخبارنا العالمية، في موضوع عايز أتكلم مع حضراتكم فيه واتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات قلنا مع بعض إن اتحاد الكرة لسه لحد دلوقتي ما أظهرش أي محاولات للإصلاح، ولسه لحد دلوقتي ما وضحش إيه اللي ممكن يحصل، ما فيش جديد وماشيين بنفس الطرق القديمة. منتخب الصلاة اللي اتكلمنا عليه الأسبوع اللي فات لو نفتكر، لما خسر من السعودية 4، خسر تاني الأسبوع ده من ماتش إيران 3، وكان في الترتيب الأخير في مجموعته في بطولة تايلاند الودية، وبالعافية كسب موزمبيق واحتل المركز الخامس اللي هو قبل الأخير. المفروض المنتخب ده عنده كاس عالم خلال أقل من سنة، يعني لازم يتم إعداده بشكل كويس جدا، وإلا هنشوف نتائج زي اللي حصلت في بطولة الودية زي تايلاند دي، وده لا يليق باسم الكرة المصرية. كمان الناشئين والشباب، منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب، اتحاد الكرة هيعمل إيه علشان يدينا منظومة محترمة تطور مسابقات الناشئين والمنتخبات في الأعمار السنية دي؟ لحد دلوقتي ولا حاجة. أيوة ولا حاجة. طيب أنت كاتحاد بتعمل استراتيجية وتبعتها للفيفا وبتاخد عليها دعم بالدولار، خلي بالك، ومبالغ مش قليلة. طيب عملت إيه بيها لتطوير قطاعات الناشئين؟ ولا طورت مدربين ولا ما عملتش حاجة. عملت إيه؟ ليه استراتيجية اتحاد الكرة غير معلنة لحد دلوقتي؟ ما زي ما بنعلنها للفيفا اطلع علينها للناس للرأي العام، عشان لو في أهداف بعيدة المدى على المدار سنين طويلة نصبر عليك، نقول ماشي نديله حقه. دلوقتي بتقول هتجيب خبير أجنبي يتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، طيب دي حاجة كويسة جدا، بس لازم يحط خطة ويعلنها ويتعاقد مع أسماء، مع مدربين أساسا، يعني على أساسها يحط مع دي. طب أنت أساسا متعاقد مع مدربين للمنتخبات، هو هيجي يعمل إيه؟ منتخب الشباب اللي خرج بدون ما يسجل هدف في بطولة على أرضه، هل درست أسباب فشل المنتخب ده ولا خلاص كده الجهاز الفني هو اللي هيشيل؟ هتخرج اللاعبين دول اللي هم مستقبلك من الحالة النفسية السيئة دي إزاي؟ حاجات كتير جدا من اتحاد الكرة، واتحاد الكرة لازم يجاوب عليها، ولازم يجاوب عليها بسرعة، لأن في منتخبات وفي لاعبين شباب بتروح عليهم فرص، بتروح عليهم فرص كبيرة، فرص المشاركة مع منتخباتهم في إن هم يلعبوا ويمثلوا مصر في بطولات عالمية، ياخدوا في خبرات دولية بالمشاركات في كأس العالم. الخبرة الدولية دي بتتاخد منين يا جماعة؟ ما بتتاخد من مباريات من كأس العالم. ما ينفعش تحمل جهاز واحد الفشل، ولا اتحاد الكرة بس الفشل طبعا يعني، ولا تيجي على اللعيبة، اللعيبة دي صغيرة في السن، يعني اللعيبة دي ناشئين وشباب، لازم تحميهم ولازم تعديهم من الحالة النفسية السيئة اللي هم فيها دي لحد دلوقتي. اللعيبة دي هي مستقبل الكرة المصرية. لما منتخب محمد وهبي أو كابتن محمود جابر ومنتخب أولمبي خلي بالك قرب أنه يخرج، يعني الشهر ده شهر مارس اللي احنا فيه ده عندهم ماتشين، يا رب ما يخرجش طبعا ويستمر ويروح أولمبياد، بس الماتشين دول لو لا قدر الله حصل فيهم حاجة، انت هتغذي منتخبك الوطني الأول من لعيبة أعمارهم صغيرة ازاي؟ يعني حضراتكم عارفين كويس قوي ان كل اللعيبة اللي احترفت في مصر احترفت منتخبات شباب، كل اللعيبه اللي كان ليها ادوار مع المنتخب الاول كان الاساس بتاعها منتخب جيل كابتن حسن شحاته المنتخب الاعظم، وقبليه كابتن شوقي غريب اللي قبله اللي هو كابتن حسام غالي واليماني والناس دي كلها، وشوقي محمد شوقي، الاجيال دي كلها، الرياض شيتوس، الاجيال دي كلها طلعت من منتخبات شباب، سواء لانديتها اللي لعبت فيها او اللي احترف منهم. محمد صلاح والنني خارجين من منتخب شباب، خارجين من منتخب شباب ومنتخب اولمبي، لعبوا اولمبيات ولعبوا منتخبات شباب. الاجيال اللي جايه دي انت هتعتمد عليها ازاي وانت ما اديتهمش احتكاكات مع منتخباتهم؟ هتعمل لهم ايه؟ احنا عايزين نعرف انت هتعمل لهم ايه؟ يعني الفتره اللي جايه ممكن اتحاد الكره يعمل ايه لمجموعه الشباب اللي ما لهاش حظ للاسف انها تشارك في بطولات دوليه ويبقى ليهم احتكاكات عالميه؟ يعني ده تساؤل اتمنى ان اتحاد الكره يجاوبنا عليه، اتمنى انه يوضع خطه واستراتيجيه واضحه يعلنها للناس، يعلنها للإعلام، يقول لنا هنعمل إيه. يعني كنا نتمنى أن يبقى في مؤتمر صحفي قريب من اتحاد الكرة بأي ممثل ليهم، يعني يقول لنا الشباب دول هيحصل معهم إيه، المنتخبات اللي هم أوريدي خلاص انتهى دورها هيحصل معها إيه، لأن دول ما ينفعش نخسرهم، ده احنا عندنا فيهم محترفين كمان، ده احنا بالصدفة في ناس خرجت واحترفت، فعايزين نحافظ على اللعيبة دي ونحافظ على المنتخبات دي.